السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع دكتورات إبراهيم خلاف. ورحب بكم. أولا احنا هنشتغل إن شاء الله رب العالمين الطبعة وفوقها النسيج، النسيج بطريقة مختلفة جدا جدا جدا. أولا الطبعة دي شكلها شيك جدا، وكان طبعا احنا كنا بنعملها قبل كده ومبسوطين بيها، يعني بنطبع بيها السوفات، بنطبع بيها الحيطان، بس احنا عايزين نستخدمها بطريقة جديدة جدا جدا. أولا إن أنا هشتغل بالطبعة الأول وبعد كده هعمل عليها النسيج. هنبدأ الطبعة أولا، احنا أول ما بدأنا إن شاء الله عملنا الحيطة دي بلاستيك مط. بلاستيك مط اللون الجليدة، وعملنا هنشتغل وهنطبع بالماهي أو الفضي المائي. الفضي المائي اللي هنشتغل بيه عملناه نفس اللون او اغمق درجه من اللون اللي احنا عملناه قبل كده. فهنبدا ان شاء الله رب العالمين الاول بالطبعه، وبعد كده هنشتغل بديت بالخشبه ديت او المقاس ده علشان نعمل عليه النسيج. هنبدا اولا بالطبعه بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناخد ضرب معانا كده، نبدا من اول هنا كده معلمين. هنبدا الشغل معلمين. اولا انا بشتغل جبت اللي هو الفضي المائي بتاعي وبشتغل بيه، جبت حته سيراميك اهيت، حته سيراميك، وبفرد عليها الماده بتاعتي، بفرد عليها الماده بتاعتي علشان اوزع الماده اللي انا هشتغل بيها، بحيث ان هي ما يكونش في الورده دي حته تقيله وحته خفيفه. هنبدا بيها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد مثلا شغل زاويه 45 مثلا كده عشان هندخل الشغل ببعضه اهو. ندخل الشغل ببعضه بالطبعة برضو، نفرد المادة بتاعتنا برضو على السيراميك بحيث ان هي تبقى مساء واحد. طبعا الطبعه دي كان لها شغل الاول كتير، كان كله شغال بيها، وفجاه لقينا الطبعه انقرضت وما عادش حد بيشتغل بيها خالص. طب ليه نرميها؟ وليه ان احنا كده هنتهينا من الطبعه الكبيره ديت، معانا الطبعه الصغيره ديت علشان نملى الفراغات اللي معانا، نملى بيها الفراغات. اي فراغ واسع ندور عليه ونملاه. اصبح الجنب بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان شاء الله هنبدا بالنسيج. انا معايا الكرتونه ديت او الخشب، عن تحت الخشب ديت عرض 35 في 20 سم، انا كبرتها شويه عشان تبقى شكلها شيك. هنبدا معانا المسطح الهادي، هنبدا نعمل النسيج بتاعي. معايا القلم المسطح سن عريض طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد معايا الزاويه اهي، المقاس ده قد المقاس ده، وابدا بالقلم بتاعي. بسم الله.
هبدأ بالنص، هاخد النص بالظبط، اخدها في النص كده عكس كده اهوت. القلم بتاعي كده بيعمل كده اهوت. نبدأ نخرج نحط النظام، تكون دي مستوية برضه معايا اهي. نبدأ هو كده في النص برضه معانا اهو. ان شاء الله شغل سهل ان هو نظبط. كده انتهينا من شغل الخشب ديت معانا. هنبدا المرحله الاخيره، هنبدا المربعات الصغيره دي باللون الاسود. هجيب خمس مربعات كده، بسم الله. هجيب المربع الصغير بس، you
الربع الصغير ده. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الجنب الجميل دوت. الجنب اللي معانا ده اولا هي النسيج، النسيج على الطبعه يعني عطى منظر جميل وشد فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ان عجبك الفيديو اولا احنا كده خلصنا، ان عجب الفيديو اولا اعمل شير ثم ذلك بعد ذلك اشترك في القناه. مع تحياتي اخوكم ابراهيم خلاف، شكرا.